السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من برنامجكم خيمه لقمه هنيه. كالعاده عارفين كل حلقه مميزه بتختلف عن المميزه الثانيه. حلقتنا النهارده هتكون حلقه على مزاج قوي. فكره الحلقه ليها طعم مختلف شويه في فكره طبق الجيران او السحور او فكره ان يكون في فطار او حتى لو كان اي كان الموضوع بس يكون في اطار الاكل الرمضاني شويه والخيمه طبعا وكل الحاجات الحلوه دي كلها. احب اعرف حضراتكم النهارده بنجمتنا الجميله الرقيقه جدا هي عبير صبري. تعال نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نواصل مع عبير صبري ونشوف اخبار ليل رمضان والسحور والفطار بعد الفاصل. يلا يا اهلا بيكم مره تانية مع خيمه لقمه هنيه ومع صديقتي وحبيبتي عبير صبري. منوراني والاضاءه زادت. ميرسي على اخبارك ايه؟ انا مبسوطه قوي ان انا معاك. ده شرف ليا بس مبسوطه والله. كل سنه وانت طيب وطيبه وكل الناس في مصر طيبه في كل حته في العالم كله. يا رب ورمضان كريم عليكي. الله اكرم. ودايما كده يا رب في ازدهار اكتر وفي نجوميه اكتر ومتمتعين باعمالك الجميله وبيكي انت شخصيا كمان اجمل من بتطلعي في التلفزيون. ميرسي ربنا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبار رمضان معاكي بقى؟ كويس الحمد لله. ده تاني رمضان. ده تاني رمضان ومعادنا. انا قايل لك اللي هقول كده. ايوه عايز اقول لكم ان ده تاني رمضان انا وعبير طول السنه بنتقابل كذا مره في كذا حته وجاي لك والحلقه اللي جايه ويبقى مشغوله ما تجيش بس المره دي بس كل حاجه يعني بميعاد. انا مبسوطه ان انا معاك السنه دي حبيبتي والله. انت منوراني ومنوره كل المشاهدين طبعا بيحبوكي وجايين النهارده نتكلم على ايام زمان وايام رمضان بتاعك. هي بصي الحلقه بتاعتك وعيش حياتك وانت كل الناس تحبك وناس كتير جدا نفسها تسمع عنك وتعرف اخبارك ايه وانت صغيره لحد ما كبرتي ورمضان والدنيا ايه. اخبار رمضان معاكي من زمان لحد دلوقتي؟ بصي انا يعني فاكره مثلا بدايات تعليم الصيام مثلا وانا صغيره ان انا كنت بصوم مثلا لغايه اوقات معينه لغايه الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 3 الظهر وبعد كده افطري. بس اللي انا فاكراه بصراحه ان انا برضو كنت بتصرف تصرفات شريره قوي او يعني بدخل التلاجة اشرب في السر في الوقت اللي هم محددين لي ان انا صيام لغايه الساعه 12. يعني انت صايمه لغايه الساعه 12 خلاص تبقي قافله بورد ادخل اشرب واقفل التلاجة اخد حاجه حلوه واقفل التلاجة. يعني فاكره ان انا كنت ده كان وقت كام سنه بقى كده؟ سبع سنين وثمان سنين. اه بدات تسوبي بقى شرعي امتى بقى اللي هو كامل اليوم كامل؟ اعتقد 14 13 14 خلاص بقى وقت الوعي المظبوط بقى تكملي اليوم كله وتسوبي وتظبطي حالك. اخبار فانوس رمضان معاكي ايه؟ بص انا فانوس رمضان زمان كنت بحبه قوي اكتر من دلوقتي. دلوقتي بقيت احس انه التعديلات اللي دخلت على شكله وبقيت احسه يعني بشبه اي حاجه وكل حاجه مش الفانوس اللي بالشمعة والفانوس اللي باللمبه والفانوس اللي الازاز بتاعه ملون وشكله حلو يتحس انه بقى صنع مش حاجه يدويه. ده زمان الصفيح فكر يدويه ده كان اليدوي. اليدوي ده اللي كان بيعور لازم يتعور. أيوة شمعه والواحد بيمشي بالليل كده بالظبط. وفاكره بقى حاجه في موضوع الفانوس ده انا مره حرقت البيت. حرقت البيت؟ احكي لي ازاي؟ مره كنا في رمضان وانا كنت صغيره وماما وبابا خرجوا يعني وانا تقريبا ولعت شمعه في الفانوس. معرفش انا مش متذكره الحادثه قوي بس فاكره ان كان طعم الصالون او الليفنج روم كان فيه اللي هو الشراشيب من تحت دي. عارف اللي هي الحاجات اللي أيوة تحت الشراشيب دي فظهر انه الشمعه مسكت في السجاده او الموكيته اللي موجوده. فالدنيا يعني النار مسكت في الكنبه وانا صغيره ولوحدي في البيت. الله. وباب الشقه مقفول من بره. طب عملت ايه؟ قعدت اجري بقلبي دق وخايفه ما بقيت اجيب كوبايه ميه وارش عليها كوبايه ميه وارش عليها طبعا. يعني هي بقى بص ربنا ساعات بينقذك من حاجات لو انت كبير كفايه ممكن ما تنقص منها. صح. بس تخيل لما تمسك كوبايه ميه وتطفي بيها حريقه. وانت لسه كان عندي كام سنه؟ كان عندي لا كان عندي خمس ست سنين. كنت طفله. لسه برضه طفله جدا طبعا. لا طفله طبعا. وطفت. وقعدت بقى مرعوبه وكده وخايفه ماما تيجي تلاقي حريقه او البيت يتحرق او انا بوظت يعني بوظت الكنبه فاتضرب علقه على الكنبه. ده كارثه دي. فدي كانت من الحاجات اللي انا عملتها بالفانوس يعني. كان خوفي كله انك تتضربي عشان حرقت البيت مش عشان حاجه ثانيه. وعشان هموت بقى وعشان مش كل حاجه يعني. كارثه دي. كل شيء. ده كان سبب من اسباب الفانوس الرمضان يا ابو شمعه. بالظبط يا ابو شمعه. انت حضرتي طبعا اكيد وبسطتي بفكره ايام زمان في رمضان التجميع الفلوس من الجيران. طبعا. والزينه بتاعت رمضان. ايه بقى؟
لا يعني انا مش فاكره دي، بس فاكره العاديه يعني، فاكره العاديه اللي هو العاديه طول الوقت. انا ما اعرفش، انا يعني العاديه بالنسبه لي هي مرتبطه بالعيدين. اي اي حاجه فيها عيد هاتوا العاديه، هاتوا العاديه، هاتوا فلوس بيها وهاخدها. هاتوا فلوس يعني، واروح عند عماتي وعند خالاتي واقعد اجمع فلوس واعرف انا بقى معايا كام بعد ما كل الناس ادتني فلوس. وانا كنت بحوش وانا صغيره، فدايما عندي فكره الحصاله. وتحوشي العيديه في الحصاله. واحوش العيديه في الحصاله. اكبر عيديه خدتيها كام؟ لا اكيد مش ما افتكرش. كنت صغيره يعني مثلا 20 جنيه 50 جنيه. يعني يا لهوي دي تبقى ارقام رهيبه. انا بتكلم كده بقى، ارقام كبيره ولا كان في ارقام اصغر؟ 20 جنيه دي كانت ثروه، و25 جنيه دي ثروه. اللي هو 2000 جنيه مثلا دلوقتي. اللي هو زي دلوقتي 2000 جنيه بالنسبه لطفل صغير. ايوه. مثلا عماته وخالاته هيدوا له، كل حد هيدي له 100، هيدي له مش عارف ايه. ده طبيعي. صح. هو كان نفس الكلام زمان، كانت 5 جنيه. انت دلوقتي بتتكسف تدي الاطفال يعني، انا دلوقتي اطفال العيله الصغيرين الجيل بقى الطالع. ايوه. بتكسف ادي له يعني مثلا اللي هو 10 جنيه و20 جنيه. ايه ارجعها. لا لا انت هتدي 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه. ده اقل حاجه دلوقتي عشان خاطر هو هيشتري بيهم ايه؟ هي الفكره كلها ان الحاجات غلت. احنا زمان كنا ناخد ال 25 جنيه وال 20 جنيه بتتكلم عليهم دول، انا شخصيا برضو زي حضرتك ناخد الفلوس دي برضو كان في مجال. صح. نشيل 20 ونص في خمسه عادي جدا، ثلاث اربع ايام بتوع العيد هيتصرفوا، لان بناكل في البيت. صح. بنشرب في البيت ولابسين لبس جديد بالظبط، ونشرب عصير. الله ينور عليكي. بالظبط. وتروح بقى تدور على الحاجات اللي ما بتعملهاش في البيت. ايوه. تاكلي مش عارف فين في مكان ايه، واكل من ورا الناس عشان خاطر مش عارف ايه. صح. والزحمه في حته، وننزل وسط البلد، لا نروح مش عارف شارع ايه. كان ايام برضو زمان في حاجات مختلفة. بص كانت في حاجات مفرحة يعني، اقول لك نفس الحاجات دلوقتي لو اتعملت ما بقتش مفرحة، مش عارفة ليه. غريبة يعني، في حاجات مرتبطة معرفش يمكن بالطفولة، ان انت كنت فرحان وقتها اصلا مثلا. اجيال تختلف. جيل اليومين دول برضه يعني مختلف عن جيل ايام زمان. بالظبط. يعني جيلنا لو نرجع ورا شوية، اللي مثلا كل حاجة كان لها طعم. كل حاجة كان لها قيمة في وقتها يعني. بالزبط. لبس العيد. لبس ليله الوقفه. ايوه. صح. رمضانياتك بقى بالعجل بايامك. العجل طبعا. العجل ايه اخبار العجل معاك؟ العجل كان في المصيف. المصايف بس. في المصيف. لكن رمضان ما كنتش تركب عجل؟ لا يعني رمضان بيبقى فرهده برضو يعني. عبير انت من الناس اللي كنت تلعب مع الولاد وانت صغيره اكتر ولا مع البنات اكتر؟ شخصيتك كانت ايه؟ بتهيألي ما كنتش بلعب قوي وانا طفله، كنت بلعب لوحدي. انا مع لوحدي. انا فاكره ده كان بتحسب من ناحيه اللي انت مش عايزه وجع دماغ ودوشه، ولا مش واكلين معاك شويه ان هو بيفرهدوك ويجروا في الشوارع وانت حاسه انها بتبوظي هدومك؟ مش عارفه، انت مش عارفه ايه. ما دي سكه ودي سكه. انا هاديه يمكن طول عمري. فمثلا بالنسبه لي ان انا العب دي ما اعرف، تخيل مش عارفه تاني ان انا ما لعبتش وانا صغيره. ازاي انت بتهزري؟ والله بس هقول لك حاجه، ممكن اقعد مع مثلا بنات عماتي، بنات خالاتي اللي من سني، نخرج نتكلم بتاع. لكن العب دي مش فاكراها، بس فاكره ان انا يعني من وانا صغيره اقعد امثل بقى يعني. اقعدهم واقعد انا امثل بقى واعمل استعراضات وحاجات ادوار بقى. بتحب التمثيل من صغيره؟ طبعا. من امتى فكرت ان انت في يوم من الايام مثلا تبقى ممثله؟ من وانا عندي 4 سنين. من انت عندك 4 سنين بتمثلي ادوار في البيت؟ مين اكتشفك؟ بابا ولا ماما ولا؟ لا هو هم ما حدش اكتشفني، لان هو ده كان شيء مرفوض كليا يعني. مفيش حاجه اسمها انك تسمع مزيكا ولا تكتب ولا تمثل ولا تطلع صحافه في المدرسه ولا ترقص في المدرسه مثلا في الحفلات، ولا كل الكلام ده مرفوض. كان مرفوض. مرفوض تماما. معلومه ممكن ناس كتير جدا ما تصدقهاش او تستغرب عنك، ان انت مثقفه جدا وبتقري كتير قوي. ايه موضوعك في الثقافه والقرايه؟ هي يمكن علشان زي ما انا قلت انه مثلا كنت طفله هاديه، فالحاجه اللي انا كنت بنبسط بيها هي القرايه يعني. انا بدات من عمري 9 سنين. عندي 10 سنين او 11 سنه كنت بدات اقرا التحسين، نجيب محفوظ، مصطفى محمود 12 13 ده سنه. ده مزاج عالي. 16 سنه بدات اقرا ادب مترجم عالمي ما شاء الله. فيمكن هي دي الفتره اللي الناس بتقول فيها انا كنت بلعب. كنت بقرا يعني. كنت مهتميه شويه بالثقافه اكتر وبتقري وكتابه؟ معرفش يعني، انا معرفش ان هي دي، ان انا مهتميه بالثقافه. بس هي دي الحاجه اللي انا لقيت نفسي فيها وبحبها. وكنت موجوده فيها باستمرار. بحبها. طيب اول دور لعبتيه تمثيل كان لمين؟ لمين؟ الشخصية ايه يعني؟ وانا وجه جديد. لا مش انت وجه جديد وانت صغيرة يعني، انت كنت مثلا سعاد حسني مش عارف مين حاجات كده يعني. ده المقصود. بص انا معرفش، انا فاكرة ان انا كنت بطلع يعني الستاير تبقى مقفولة كده ومفتحة الستارة. ايوه. وطالعة الف حوالين ترابيزة واكلم الناس اللي قاعدة على الكراسي، مفيش حد طبعا قاعد على الكراسي.
ايوه بس مفيش حد قاعد على الكراسي. أيوة. انا لوحدي كده مع نفسك. او انزل تحت ترابيزه السفره واطلع من تحت ترابيزه السفره برضو اطلع اكلم الناس واكلم شخص وتطلعي اداء لكل حد بقى. ايوه فمعرفش ده يعتبر ايه مش عارفه. مش عارفه بس ده كلام جميل جدا يعني انك انت تبقى انت من وانت صغيره فنيا في دمك بالعربي كده. بالظبط. وحاسه ان انت في يوم من الايام توقعت في يوم من الايام تطلعي نجمه كده؟ توقعت معرفش بس هو ده الحلم اللي كان مطارد من الطفوله يعني. لا دايما. انا هعمل كده انا هعمل كده هعمل كده رغم كل ظروف البيت بتقول اني لا يمكن اعمل كده. عكس لان انا بابايا الله يرحمه ظابط جيش. فابويا طبعا كان بالنسبه له دي فكره يعني مستحيله مرفوضه تماما التمثيل عامه مستحيل الكلام فيه الجدل فيه الحوار فيه يعني. ايوه ده كلام مش هنتكلمه اصلا مش ولا هينفع ولا هنقول عليه لا احنا. أيوه. مش هنتكلمه اصلا. ايوه وكمان غير ان هو كمان كان ضابط جيش اكيد كان فكره الجيل القديم اللي ما ينفعش يكون مشخصاتي او ما ينفعش يكون اللي هو ايه تمثيل يعني ايه ده عيب يعني هو شيء غلط. أيوه. وانت لازم تتعلم وتبقى دكتور وتبقى مهندس وتبقى عالم ذره ده حاجه تنفع البلد غير كده لا انا بعلم ذره ما اعرفش ليه. حلو طيب نرجع بقى لفكره لمه العيله. انا عارف ان انت بيتوتيه قوي وبتحب تلم الحبايب وحابب تلم كتير جدا من زمان ايام بابا الله يرحمه. وفكره لمه العيله عندك ايه فكرتها عندك لحد الان في رمضان يعني؟ في رمضان في رمضان طبعا اول يوم رمضان مع اخواتي وماما والاطفال بقى ولاد اختي ولاد اخويا. طبعا ايوه يعني هو اول يوم رمضان هو لازم كده. الويك اند بتاع كل اسبوع لازم برضو يبقى كله عائلي حتى لو مثلا انا لانه احيانا ظروف تصوير ابقى بشتغل في رمضان. أيوة. فما اعرفش افطر معاهم ولا اتسحر معاهم ولا حاجه في الشغل. الشغل عادي بس مثلا في الاجازات لازم واول يوم ده طقس مقدس طبيعي لازم. ده يعني من قبلها بشهر كده احنا اول يوم كلنا مع بعض ده لازم كلنا كده ما ينفعش نغير. مش هينفع في يوم من الايام يبقى اول يوم رمضان. اصحابنا اصحابنا اخواتنا يمكن اكتر من اخواتنا بالزبط. كمان ولكن فكره اليوم العائلي ده والرمضاني ده ما ينفعش. ماما ونبقى بالزبط. مع بعض اخواتي وكده بالظبط. السحور ماله؟ اخبار السحور معاكي ايه؟ من الناس اللي بتنزل السحاري في خيام كتير؟ ساعات لا مش كتير. بس ممكن طبعا اخرج مع اصحابي. مؤخرا بقى في فكره الخيم ومش عارف ايه والحاجات دي وليالي السهرات والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها دي. بس انا عموما مش من النوع اللي بحب قوي الظهور في الشارع كتير الزيطة والزحمة كتير وكده. بس اكيد لما بتعزم في سحور مثلا لاصحابي بروح بتنزلي وتروحي عشان ما تزعليش حد مني. لا لا بروح. اللي الناس كتير جدا ممكن ما تعرفوش عن عبير صبري ان هي هادية لدرجة ان قبل ما نتصور قالت لي خد بالك لو اتكلمت بسرعة انا هتكلم بالراحة جدا وهنسى اللي انت قلته وهتنسى اللي انا قلته. هادية جدا ده بطبيعتك من طول عمرك كده. حبي تكلمي بالراحة حب يعني لو حضراتكم بتاخدوا بالكم كمان انا قاعد في منتهى الهدوء ومش عايز اتسرع في الكلام. أيوة ولا اسئله. أيوة ولا الحاجات دي خالص. ايوه هرجع للفكره اللي انت دي رمضانياتك كلها انت عشتيها من ايام الصغر وايام الطفوله فكره ان انت واخواتك. اخواتك انا اعرف طبعا اخواتك يعني بس ناس كتير ممكن ما تعرفش. فانت اخبار اخواتك ايه؟ احنا ثلاث بنات وولد. انا ومروه اللي كل الناس تعرفها مذيعه طبعا وعالميه. واختي الاصغر مني دكتوره وبس هي سايبه شغلها يعني مهتمه ببيتها اكتر. واخويا وبرده اخويا بيشتغل في الميديا. فيعني تقريبا العيله معظمها العيله كلها بيشتغل في الميديا. حلو قوي. بتتلموا مع بعض غير رمضان كتير في البيت ولا الدنيا بتشغلكم كتير؟ يعني اخويا طبعا ساعات بيبقى مشغول بقى في الاعلانات وفي الشغل وكده. ومروه مشغوله في شغلها وانا نفس القصه. بس لا يعني لازم تلاقي فيه يوم حتى في الاسبوع يعني لازم بالظبط بنتلم لازم تقعدوا بقى تقطعوا فروه ناس زمان نتكلم بقى. لا لا بنتكلم يعني بنتكلم في شغلنا. بنتكلم في كل واحد واهتماماته بقى. ايوه يعني كل واحد مهتم بحاجه. مروه مجنونه سوشيال ميديا وكتب عنها ايه ومين نزل فيديو شكله ايه وقالت ايه في الحلقه ومين قال مزبوط. ايه وبقيه البرامج النهارده كان فيها ايه وكده. اخويا مثلا مهتم بالعربيات بالسفر. كل واحد فينا حاجه كل واحد فيه دماغه حاجه بس تتجمعوا في الاخر تاخد راي بعض وتتقارب بعض. طيب هرجع بقى الحته كده يعني انا يمكن انت عارفه انا مش فني قوي او مش مذيع ان انا اقعد استجمع فكره. ما شاء الله حبيبي ربنا يخليك يا بيه. المسلسلات
والافلام طبعا دي كلها فن طبعا انت عملتيه ما شاء الله. انت اكتر حاجه بتستريحي لها وانت بتشتغليها او شايفه نتيجتها في عيون الجمهور او في عيون الناس في الشارع او في الفيدباك بتسمعي من الناس، اكتر حاجه ليك انت احسن او بتبقى شايفه نفسك فيها اكتر، هي الافلام ولا المسلسلات اللي انت بتعمليه؟ كله يعني كله، بس يعني انا عايزه اقول انه طبيعي ان القاعده بتاعت المشاهده هي اكتر للتلفزيون من قاعده المشاهده بتاعت السينما. هي غصب عننا يعني الشرايح اللي بتدخل السينما مش يعني في قدها 10 مرات شرايح تانية قدام التلفزيون، وبالتالي لما بتعمل عمل مثلا للتلفزيون مسلسل فالناس بتشوفه اكتر بينجح اكتر والناس بتكلمك فيه اكتر، ولما فيلم بينزل اوكي لو نجح الناس بتشوفه، ولما بيرجع ينزل تلفزيون في ناس تانية بتشوفه وتكلمك عليه. ولا ممكن يحسبها ان فكره دلوقتي حال السينما غير الاول شويه، فالناس برضو مبقتش تخش سينما كتير وبقت المسلسلات بكم اكتر، بقت بطريقه اسهل في البيت بتتناول بسرعه وموجوده من غير فلوس ومن غير مشوار، فبقت الموضوع اسهل، فبقت الناس قاعده في البيت والحاجه هنشوفها. وكمان في كمان قنوات كتير جدا بتجيب الافلام وهي لسه في السينما. بص انا رايي إيه؟ انه السينما دي طقس مختلف، يعني أيوة. السينما ليها طقس مشاهده غير بتاع التلفزيون. انت بتلبس بتروح عشان تقعد قدام الشاشه الكبيره دي والنور يطفي عليك وانت تحس ان انت لوحدك بتتفرج على الابطال او على القصه دي وانت عايش معاهم وانت مش حاسس باللي حواليك. مظبوط. في البيت طبعا في طقس تاني، انك انت حواليك ناس وهتقوم مش عارف ترد على التليفون وهتروح مش عارف تطفي على ايه وتعمل ايه وترجع تكمل. صح صح صح. حاجه فاتتني هتفرج على اليوتيوب، يعني في ده دي طريقه ودي طريقه. السينما ده طعم وده طعم. السينما شيء رومانتك اكتر ورومانسي اكتر، حتى لو الافلام بترجع تنزل في القنوات هي في الاخر بتبقى تلفزيون. أي. غير شاشه السينما طبعا. دي لها طعم ودي لها طعم. حاجة ودي حاجة. طيب انا عندي سؤال هساله لك ونجاوب بعد الفاصل، لان الفاصل من شويه بس انا الكلام قاعد معاك مش هيخلص لان انت قعدتك حلوه وانت حلوه فالموضوع بالنسبه لنا. اعذروني يا شباب. هسالك سؤال صغير جدا ونطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل فيه. عبير صبري، للناس متوقعه ان انت بتحب التلفزيون جدا، وللاسف الشديد المعلومه اللي عندنا بتقول ان انت ما بتتفرجيش ولا على اي حاجه ليها علاقه بالدراما او بالمسلسلات. هترد على السؤال بعد الفاصل. رن يا برنس. هنية مع عبير صبري الجهنمية. منورة الدنيا. حلوة الجهنمية. حلوة الجهنمية دي. بيطلع الكلام كده لوحده. لا الجهنمية دي حلوة يعني، دي شجر حلو. يعني الجهنمية كلها وردة صح؟ أيوة كلها وردة. بس انا قلتها بإفيه والله ما انا عارف ان هي شجرة ولا بتاع، بس فعلا لا هي شجرة. في شجرة الجهنمية فعلا هي كلها ورد أحمر وأصفر. أصفر وألوان. احنا قبل الفاصل كنا أو كنت بسألك سؤال وقلنا نرد عليه كمان شوية لما نرجع. يعني إيه اللي بيجيبليش قلب تتفرجي حتى على نفسك في اعمالك الرمضانيه والمسلسلات الحلوه، حتى لاصحابك، حتى لو حد سالك انت الدور السنه دي عملتيه كذا فتعرفي تردي او تشوفي مثلا حد من زمايلك تجامليه، ايه الموضوع؟ لا بص هو انا مش ما بتفرجش نهائي، بس انا يعني مش يعني ما اقدرش اتحمل اتفرج على مسلسل 30 حلقه في رمضان. يعني انا بحس انه رمضان ما يسعش طبعا كميه المسلسلات الرهيبه، طبعا هي بدات تقل. يعني بيبقى في تجارب كبيره جدا وعظيمه جدا لكل زمايلي سواء اللي من جيلي او النجوم الكبار طبعا. فانت ما بيبقاش عندك وقت تقعد تتفرج بروقان على كل الحاجات دي، الحلقات كلها وبتاع، فبتبقى مش عارف تعمل ايه، فيا دوبك مثلا بتشوف لك مسلسل واحد مثلا. يعني اللي هو تقول ايه ما بين الطقوس بتاعت العبادات بتاعتك اللي انت بتبقى نفسك يعني تحاول انك تبقى كويس شويه اكتر في رمضان تعملها. ما بقاش المسلسلات ما بتديكش وقت، فيعني بكتير لو انا عندي مسلسل في رمضان انا بتابعه عشان اشوف شغلي. أيوة. واشوف المسلسل اللي انا فيه وممكن اختار مسلسل، وبعد رمضان بقى اشوف. أيوة. كل اللي انا عايزاه يعني بعد رمضان بتفرج على الدراما كلها وعلى المسلسل كلها. طبعا كل حاجه بتفرج عليها، اي حاجه يعني تجربة تلفت نظري لزمايلي بتفرج عليها، اي حد ببقى عارفة انها تجربة حلوة قوي او انا مهتمة بتجربته وبتفرج اكيد، او بعدين بعد كده بسمع مثلا مسلسل فلاني نجح قوي فاتفرج عليه عشان برضو تشوف ايه اللي حصل ونجح المسلسل. لكن جوه رمضان بحس انه صعب عليا اتابع كل حاجة. حلو قوي.
طيب هاخدك بقى بره بقى خالص الـ 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 السينما والدراما. انت عارفه انا بس عشان قاعده وانت عارفه انا مش بس ماشيه. لا 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 زي الفل. هرجع للمطبخ وحلاوه المطبخ، لان المطبخ ده بالنسبه لي العشق، ما انت عارفه. وانت كمان العشق بالنسبه لك المطبخ، انت بتحبي الاكل كويس وبتعرفي تنقي ايه الاكل اللي تعمليه، وبتتجنني كتير قوي في المطبخ، وبتعملي حاجات صحابك بيحبوها منك والبيت كمان. ايه حكايتك في المطبخ؟ بص انا المطبخ اهم مكان في البيت، يعني البيت لما جيت مثلا عملت بيتي عملت فكره غريبه جدا، قفلت اخدت مساحه من الصالون مساحه زياده من الصالون، كبرت بيها المطبخ، كبرت بيها المطبخ، مع ان المعتاد طبعا ان الناس تضيق المطبخ والحمامات عشان توسع مكان عشان العادات. الضيوف اللي هم ما بيجوش. أيوة. عارف لو انا لازم افرش الصالون عشان الضيوف والضيوف ما بيجوش. صح. فانا عملت، انا عامله للمطبخ اوضه بحالها، لان انا بحب المطبخ جدا. بحب تفاصيل المطبخ كاملة، يعني الأرفف والدواليب، هنا يتعلق كذا وهنا يتحط كذا وهنا يتخزن كذا ويحط هنا مش عارف ايه، واحب الأطباق واحب الكوبايات، يعني احب كل الايتمز بتاعت المطبخ، بهتم بيها دايما، بجددها دايما. بحب الطبخ بقى في حد ذاته. ايوه بقى. بحب ترابيزه المطبخ، يعني لازم يبقى في ترابيزه في المطبخ عشان تقعد تاكل في المطبخ. تحب تاكل في المطبخ ولا تاكل بره المطبخ؟ لا لا لا، انا باكل في المطبخ. انا بحب انك ممكن تصحى الصبح تفطر تقعد في المطبخ، بحب بالليل انك تعيش في المطبخ. احيانا لو جالك ضيوف مقربين او اخواتك حد او كده من البيت، تاكل على ترابيزه المطبخ، لانه هو اجمل مكان في البيت. يعني انا صح. بحس دايما انه هي يعني يمكن انا عندي فلسفه شويه في حوار المطبخ ده. انت بتحب المطبخ؟ انا بحبه، انا بحس، وعشان كده انا محظوظ اني قاعد معاك النهارده اسمع أنا منك بقى. انا عموما جاي علشان اقعد معاك انت، عشان انت بالنسبه لي توب الطبخ بجد والله. ده من ذوقك بجد، عشان انت ليكي طعم في المطبخ. هقول لكم بقى اللي هي مش هتقدر تقوله او مش ترضى تقوله، وانا عارفه كويس. عبير صبري من الناس كلاسيك قوي جوه المطبخ، كل حاجه سنيه بس من الموديلات القديمه اربعينات وخمسينات. صح كده؟ فكره المطبخ في حد ذاته، فقعده المطبخ هي قديمه جدا مش جديده. قعدتها في المطبخ بتدل على شخصيتها بالديكورات والاكسسوارات. وكملي انت بقى، مش هحكي انا يعني المحر. مثلا انا هقول لك على حاجه، مثلا انا لما بسافر اي بلد بره، اول حاجه مثلا من ضمن المشاوير الرئيسيه هي السوق اللي فيه حاجات للمطبخ، التوابل بقى والمعدات والحاجات دي، التوابل بقى، الكوبايات جديده، مجات جديده، اطباق جديده. مثلا يعني مثلا في مره انا سافرت سوريا، ربنا طبعا يا رب ان شاء الله يعني فك الضيقه كربهم يا رب، يا رب اللي هم فيها ويرجعوا سالمين ان شاء الله يا رب ويبقوا كويسين. فمره كنت بصور مسلسل في سوريا، بعد ما خلصت نزلت على السوق القديم، اشتريت صواني قديمه انتيكس، هم بيبيعوها قديمه مش غاليه قوي، يعني مثلا زي الانتيكات اللي بتشتريها غاليه، لا هي صواني قديمه بالبورسلان عليها ورود، صدى الايدين بتاعتها اللي هي القديمه اللي بتتمسك كده دي. أي. حاجات وفيها شرخ مكسوره. اي اشتريتها طبعا عادي جدا. علب مثلا يتحط فيها ساعات مثلا حاجات، انت كراكيب، بس انا بحب الكراكيب الصغيره. تحب كراكيب زي ايه يعني؟ زراير بتاعت ما اعرفش ايه، اجيب لها عيله بالبورسلين دي بالورد واحطها فيها واشيلها في الدار، وتحط وتشيلي وتحط. فانا مثلا اشتري كده، اشتري براد قديم مش هستعمله خلاص، هو يعني هو انتكس بس، بس احطه يعني احطه ضمن حاجتي. مثلا يكون عندي حد من اصحابي ممكن احطه على السفره، احطه في القعده واحنا قاعدين، براد قديم شكله لطيف، كنكه قديمه، فضلاب الفضيه، السبرتا، لا لا احطها يعني تستمتع بيها لو انت عازم حد وعايز تحط تفاصيل تبسطه وتسعده يعني. أي. فاهم؟ فاحب قوي الحاجات دي. انت الوحيده في اخواتك كده ولا كلكم زي كده؟ طبعا انا الوحيده، انا التريقه بتاعت اخواتي. انت الوحيده اللي ليكي في الطعم ده. انا بكيزه بتاعت البيت خالص. بالعكس على فكره، اصل انت مش لوحدك كده، انا اعرف ناس كتير قوي كده على فكره بجد. وانت كمان باين على لبسك ان انت كده، لان باين جدا تحب الحاجات المختلفه شويه. ممكن الناس تفكرني بعكسك، بس هو بجد انت لبسك شيك جدا، وجاي لبس النهارده لبس رمضاني. وحتى كمان في طبيعتك بره الكاميرات وبره، حتى لما بنكون متجمعين في اي مكان بره، ببقى لابسه عبايات، العبايات اللي هي الحلوه دي، بس بتكون شكلها مختلف، مش عبايات اللي هي العبايات الغامقه او العبايات اللي هي العاديه، بتلبس عبايات اللي هي فيها الوان. اتكلمي انت عن لبسك، انا مش هتكلم عن لبسك عبير اكيد يعني، مش انا يعني. بص هو طبعا هي انا بحب الفساتين الواسعه،
الواسعه، الفساتين الواسعه اللي هي يعني ترجمه العبايات يعني. لا احب اللبس المريح يعني، احب ابقى مرتاحه، احب ابقى مش مقيده بحاجات كتير الا لو انت في مناسبه طبعا. اكيد في لكل مقام مقال، في كل مكان لازم تلبس الشيء المناسب الصح لي، بس اجمالا انا بقى مثلا بحب الفساتين الواسعه. بحس ان هي الحاجه اللي بتديك بساطه وانيق ومريح، اللي بيشوفك عينه مرتاحه وانت مرتاح وانت كمان مبسوطه، وانت مبسوط. ده اهم شيء يعني. دي ترجمه الفكره بتاعه العبايه. يمكن احنا مش بنلبس عبايات، يمكن ممكن البسها في ادوار. ايوه، بس يعني ترجمتها للمقابله اللي هي الفساتين الواسعه. حلوه دي الاسئله اللي كانت ممكن تدور في ذهن المشاهد. انا دي اسئله انا شخصيا بقى بتدور في ذهن انا، الطبخ، اصل انا بتاع اكل. عايز اعرف انت اختراعاتك اللي في الاكل دي بتجيبيها منين؟ يعني بخلاف ان انت ممكن تكون بتتابعي برامج طبخ او بتقري او بتكتبي او بتسمعي او بتشوفي على السوشيال ميديا او على الانترنت او بتتابعي برنامج معين انت بتحبيه، اكيد انت كمان عندك ابتكارات او بتطلعي افكار، بتوزني ده على ده وبتلعبي فكره ايه في المطبخ؟ قولي لي. بص انا المطبخ بالنسبه لي يعني بدات علاقتي بيه وانا عندي 15 سنه. وانت عندك 15 سنه دخلت المطبخ؟ اه ما شاء الله. فدي بقالك 5 سنين في المطبخ؟ لا لا خالص، ده انا بقالي كتير قوي. فبدات مثلا انا كنت بقرا كتير، فطبعا من ضمن القرايات في مجلات. ايوه. فتعرف دايما في المجلات كان في صفحات للمطبخ، فاي حاجه اقراها تعجبني احس في حاجه. انا بحب اقولها للناس دايما او للستات، انه لازم الشهيه عندك تفضل موجوده. ايوه، فكره الشهيه موجوده، يعني انا اشتهي حاجه احبها تعجبني ففكر ان انا اعملها عشان انا بعد ما اعملها انبسط بيها فهاكلها او هاكل حد بحبه وتبقى مبسوطه اكتر من تاكليها انت. ايوه فاهم، قدامي كده وهو بياكل مبسوطه، فانت تبقى مبسوط. فانا مثلا كنت اقرا مثلا 5 6 حاجات تعجبني حاجه اقول ادخل اجربها، فادخل اجربها تطلع حلوه او تطلع نص نص، بعد كده تاني مره تطلع احلى، اجي انا تالت مره اقوم انا ضايفه عليها حاجه تانية مثلا او بدل وتطلع افضل وتطلع حلوه، يعني على حسب. فهي انا بدات كده. ماما طبعا طريقه الطبخ بتاعتها حاجه وانا حاجه. ما علمتكيش حاجه في المطبخ خالص؟ خالص خالص. ماما ولا مره علمتك ماما في المطبخ حاجه؟ ماما بتطبخ نايف ناي، اللي هو كل الحاجات فوق بعض، 10 دقايق تغلي تخ اطفي كل. انت تحبي يعني المسبك بقى؟ انا بقى مسبك واقعد بقى افكر وافنن وطواجن ايه بقى قولي لي ايه المميز عندك من ضيوفك لما بيجوا لك تعمليه بايديكي ومحدش ياكله غير عندك انت بس؟ بص يعني انا في صنف صحابي يعني لسه كنا لسه في سهل حشيش وغدا عادل طبعا نجمة القمر طبعا طبعا حبيبتي، ومجدي الهواري المخرج العظيم برده هم اصدقائي جدا واصحابي. فاحنا هناك قالوا لي اخبار الحمام المحشي ايه. احنا كل حته بنروح ناكل فيها محشي يعني حمام محشي بنحكي على الحمام بتاعي. بتاعك انت تعمليه ازاي؟ علميني ولا هتاكله لي ولا انت ايه وضعك؟ مفيش حاجه جايه منك خالص انت كده؟ جايه لي برتقال بس وبتاع. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ما برضاش احكي لاي حد على اي وصفه. شوف انا قلت لك انا جايه اتعلم منك حبيب. بس انا مثلا ما احكيش لحد على حاجه انا بعرف اعملها اصلا. تحبي تكوني حريصه على معلومات الطبخ بالذات؟ لا يعني لو انا مميزه بصنف لازم تفضل تحب تاكله من ايدي انا عشان تبقى مميزه. لا علشان مش هتاكله في اي حته غير عندي. معايا متفقين؟ الحمام محشي عندك بالظبط، اكيد حمام محشي متفقين. مش عايز اعرفه منك ولكن يعني تقوله. انا مش هقولك الطريقه، بس هقولك ان انا بعمل حمام محشي بصل. يعني هي الناس بتحشي الحمام رز وكبد او فريك. ايوه، بس مفيش حد بيحشي بصل، انا بحشي بصل. تحشي بصل؟ بحشي بصل بس. هندوق وهنجرب. وله طريقه في الطبخ برضو مش هقولها لحد. ماشي، عشان دي اسرار. خلاص انا مستنيك تدوقيني وبعد كده نتكلم. انا هعرف كل حاجه بس دوقيني لما اعمل برنامج لوحدي. علاء هقول يا باشا البرنامج موجود وهنقوم. ما تسربعيش على البرنامج. البرنامج موجود زي ما انت شايفه طبعا، والمطبخ موجود طبعا. وانا النهارده هستمتع اكيد طبعا. قبل المطبخ وقبل الكلام ده كله انا مبسوط جدا اني قاعد معاك طبعا النهارده وبنتكلم مع بعض خارج نطاق الشغل شويه. يمكن انا قلت لك حتى قبل ما نصور قلت لك انا مش برنامج حاجه غير المطبخ، انا برنامج مطبخ، ولكن ممكن تحكم الاسئله او تحكم الاستفسارات اللي المشاهد دايما بيحب يسالها او بيحب لزوم القعده. وبقولها كده دايما في كل حلقه، انا برنامج مطبخ وعمري ما هطلع بره المطبخ. القعده دي بالنسبه لي جديده عليا على فكره. برنامج مطبخ ده احلى برنامج، احلى برنامج، احلى برنامج بابا بالنسبه لي. وبرنامجك انت عموما بالنسبه لي انا هو احلى برنامج طبخ. ما تجامليش عشان انت قاعده معايا. لا والله العظيم بامانه انا دايما بقول لك يعني انت بتابع برنامج. انا دايما بقول لك كده يعني انا في قنوات كتير فيها برامج طبخ وفي نجوم طبخ كتير
وكلهم بيعملوا حاجات حلوه، بس انا متابعاك انت. ده يعني شرف ليا وشهاده كبيره جدا. طيب قال لك الاعداد في ودني يعني هريني والاخراج والناس كلها. قال لك بتغني حلو قوي. لا خالص، كلها تغني صوتها رائع. طب طقطقه يا جماعه، ما هي بتقول لكم والنبي بلاش. ايه موضوع الغنى معاك؟ انا عارفه والله، كل مره برنامج يورطوني واغني اغنيه تطلع يعني دندني حتى. بصي مروه دندني حتى. اسكتي يا مروه، اسكتي يا مروه، اسكتي يا مروه. خالص الغنى معاكي؟ لا 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 لا، انا هطبخ لكن مش هغني. انا بالنسبه لي احلى من الغنى واحسن من اي حاجه في الدنيا بالنسبه لي، انت عارفاني انا بتاع اكل. ايوه. هسالك سؤالين كده خفاف جدا ونطلع فاصل، وبعد ما اسالك السؤالين دول نرجع بقى نخش المطبخ ونعيش حياتنا مع نفسنا. ماشي. انت برضو من الناس اللي في المطبخ، غير ان انت كلاسيكيه ومزاجك عادي قوي، اتجاهاتك اكتر في الاكل الشرقي المتسبك، ولا ممكن تخش في سكه حاجات الانترناشونال او الاكل الافرانكا شويه، ولا الاكل الشامي واللبناني؟ انت فين من في دول؟ كل الحاجات اللي بحبها في اي مطبخ بتعلم اعملها. يعني مثلا يعني مثلا لو المطبخ الايطالي اكيد بعرف اعمل حاجات اصناف في الباستا او في المكرونات حلوه طبقا للحاجات اللي انا مثلا ممكن لو انا في روما واكلت مثلا طبق مكرونه عجبني اكلم اقول لهم اندهولي الشيف اساله. وتسالي الشيف بيعملها ازاي؟ ساعات مثلا في اماكن مثلا في مطاعم في اوروبا مثلا ممكن تبقى في لندن، اسال على حاجه طعمها حلو قوي دي اتعملت ازاي؟ في ناس بترفض بيقولوا لي ممنوع الشيف يطلع ويقول لك الاسرار بتاعته، وممنوع يقول زي ما انت برضو مش عايز تقولي للناس الاسرار بتاعته بالظبط. فانا طبعا بقعد اقول لهم ليه، انا جست عادي وانا يعني هعرف وامشي. مش اصحابك هو هيقول لك انت اللي عرفتيش بالظبط. مثلا في بيروت في مثلا اصناف تعجبني مثلا على الترابيزه اسال ده بيتعمل ازاي واعمله. ايوه. غير الشرقي طبعا بتاعنا. فعموما اي مطبخ بيعجبني فيه حاجه بحاول اتعلمها او اعرف بتتعمل ازاي، استمتعي بيها وانت تعمليها كمان. طيب السؤال الثاني، انا خلاص هنسال اخر سؤال في الاكل ونطلع بعد كده فاصل. انت اكتر اكل اخواتك لما بيتجمعوا عندك ويشبطوا فيكي، ولو عندك شغل بتقعدي، ولو عندك اي حاجه بتشمري من الاخر كده وانا عارفك وعارف سكتك، تروحي عامله النمره بتاعتك وداخله المطبخ وتخدميهم، ايه هي الاكله دي بقى اللي بيخليهم بجد استمتعوا بيها؟ يعني هم كلهم بيحبوا الفخده في الفرن. بعمل فخده. الفخده الضاني ولا البتلو؟ يعني مروه بنعمل بتلو مجبرين عشانها، وساعات نعمل الضاني ونقول لها لا دي مش ضاني دي بتلو. حكوا عليها مروه غلب يعني مروه تقول لا الضاني ده ريحته باينه. بس انا بشوف انه الضاني هو اكتر حاجه يعني ليها تيست في النفاذه كمان. ليها تيست. ايوه بس بتعمل صح. طبعا. يعني انت اكتر اكله عبير صبري ممكن تجمع عليها كل الحبايب وكل اخواتك وهم يشبطوا فيكي، وحمام طبعا. والحمام طبعا ابو بصل دوت. والفخده تعمليها بتطلع معاكي زب زي ما انت بتقولي كده، عارفه اللي هو حاجه كده على مزاج. صح مش ده المصطلح بتاعك؟ ايوه. عايز حاجه تكون كده زبده. أيوة. كده انا احب حاجه ناعمه وحاجه هاديه. على فكره انا بسوي لحمه قوي 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 قوي، وده انا عارفه انه يعني في ناس تحب كده وناس لا. بس انا مع انه اللحمه تستوي جدا. انا بحب اللحمه مستويه جدا. لا طبعا لا بحبها يعني لو تبقى بتاكلها كده تبقى يعني بتدوب. ايوه. هي تكون دايبه بقى تنتع فيها وتنتع. لا وليكي اخبار التسويه معاكي ايه؟ الويلدن والميديم والبرير. انا بسوي كل حاجه جدا. ويلدن الا المكرونات طبعا. انت بتسويها شويه نص نص عشان تحس بتعمل مكرونه يعني، وساعات برضو لا على حسب يعني، على حسب مثلا الناس اللي قاعده معاك في البيت بتحب تاكل ازاي، او انت عايز ضيوف مثلا فعايز تعمل لهم بتسالي اخبار ده سويت ايه. يعني بتغير. الملوخيه. الملوخيه العشق بالنسبه لك. الملوخيه برضه حبيبتنا. الملوخيه تحب الملوخيه جدا. جميله. نوع معين ولا اي نوع؟ بص انا بحس ان الملوخيه مبهجه. شخصيتها مبهجه معرفش. أيوه. ازاي. وبعرف اعمل باميه لويكا برضو، هي مش من الاصناف المتداوله قوي. أيوه. بس باميه لويكا الصعيدي. اللي بالمفروكه ولا بتعملها ازاي؟ ممكن تعملها الخضرة لغايه اما تدوب خالص وتبقى زي الويكا، وممكن اللي هي خلاص نشفت فانت لقيها مفروكه. بقول لك ايه؟ ممكن كده ممكن كده. بقول لك ايه؟ كلام اللي احنا بنتكلمه انا وانت ده. أيوه. مش مكانه القعده دي. ايوه. المكان ده مكانه في المطبخ. ايه رايك نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل على المطبخ؟ يلا. اسمع حاجه معينه بنطلع كتر كده الساعة بايظ كده. يلا اوكي. يلا يا نونجي. ايش الكلام؟ يلا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل في خيمة لقمة هنية. أنا النهاردة هعمل حاجة معرفش طبعا بعد موافقة علاء حبيبي، يعني هو برضو هيعلمني وهيساعدني. احنا هنعمل طاجن فريك باللحمة، فهنحاول بقى نعمل حاجة بسيطة. طبعا في حاجة عايزة أقولها للستات والبنات لما يجوا يدخلوا المطبخ، نمرة واحد يعني، اهتمي إنك لما تدخلي المطبخ شعرك ما يبص، وشعرك ما تبقاش ريحته بصل وريحته تقليه وريحته الحاجات اللي بتعمليها كل يوم مش متعودي بالليل، تبقى ريحتك حلوه وشكلك جميل. فتعملي ايه؟ تحطي البونيه البلاستيك بتاع الحمام، تجيبي واحد كده خاص يعني يبقى مش تستعمليه الحمام، وتحطيه على شعرك وانت بتطبخي، اولا عشان شعرك ما يقعش في الاكل، وعشان ريحتك تفضل حلوه، تاخدي شعر بكده وتبقى تمام. جماعة الحلاوه بفلوس والله. والله الكلام كبير وتقيل. يا رجاله احنا بتديني اي حاجه كده عشان الكلام الحلو ده، التحيه دي. ده زيت، ده ميه، ده ايه؟ لا ده الزيت صح؟ ده الزيت لازم تعرفوني الزيت فين. انا معاكي، انا معاكي زي ما انت كده بقى. استني هنمسحها لك دي بقى. هتبداي تحطي ايه بقى؟ زيت زيت ذره. تحبي زيت الذره؟ زيت ذره او زيت عباد شمس. انت بتحبي الزيتون؟ لا انا ما احبش زيت الزيتون في الطبخ. احنا كده هنحط ايه؟ انا طبعا مش بتاعه احط نقطتين زيت وبتاع، نحط زيت كويس، حبه زيت حلوين. اعلي شويه النار. نعلي بقى شويه. ماشي تمام. وطبعا بما ان انا شخصيتي هي التسبيك، وده التسبيك. تسبيك عايز ايه ولا اساعدك؟ بصل بعد. ماشي. يعني هنستنى بس لحظه الزيت يسخن كويس. يسخن شويه. حلو. تحب البصل؟ البصل والثوم رئيسيين جدا في كل الاكلات، سواء الفريش او المحطوطين في الطبخ. حلو. يعني مثلا الثوم هو من الحاجات المهمه جدا للمناعه، فممكن قوي يعني مثلا تحطه على الفول، تحطه على طبعا. مثلا جبنه قريش. ايوه. هبقول لكم على طريقه كده للجبنه. فريش حط كده فص في النص كده بالظبط. ادينا في الطرق بقى النهارده عبير. يلا. يلا هنبدا. هي هو لسه يعني ما سخنش قوي، احنا محتاجين نعلي النار. ده اقل من دقيقه هتلاقي الدنيا كلها دلوقتي سخنت اكتر. ففي مثلا حاجات كتير نقدر نستخدم فيها. انا انصح عموما البنات والستات تحديدا انه لما يكونش عندهم خروجات مهمه، او ما عندهمش يعني يعني مثلا مش متجوزه، جوزها مسافر بتاع، تهتم قوي موضوع البصل والثوم لانه مفيد لكل الصحه ولجهاز المناعه بتاعها وكده. فبقول مثلا زي ما قلنا الثوم ممكن قوي يتحط مع جبنه قريش، مع معلقه صلصه، مع فلفل حامي متقطع، مع زيت زيتون، ويتقلبوا كلهم مع بعض وتعملوا كده في ساندوتش شامي، هيبقوا حلوين قوي. صلصه مع جبنه قريش. معلقه صلصه صغيره قوي. صلصه طماطم بوريه اللي هي العلب ولا صلصه مبشوره؟ لا 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 لا، الصلصه اللي هي يدي لون وطعم مختلف شويه، بيدي مزازه بقى للجبنه القريش اللي هي ملهاش طعم، ملهاش ملح كتير طبعا ولا فيها حاجه ليها علاقه. بس تحط بقى توم، تبشر مثلا فصين توم وتحطها، هتبقى الجبنه مع التوم. ده ساندوتش، ده اختراعك بالظبط. البصل انا دايما انصح انه دايما مع الاكل ده يبقى فيه شرايح بصل، مع البصل الاخضر لو مثلا ده الموسم بتاعه. وفي حاجه مهمه قوي، الكرات اللي هو الناس مش بتفتكره طبعا. اعتقد مع الكرفس طبعا. الكرفس بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه برضو البنات والستات، ان هو بيتقدم في اوروبا كرفس نفسه بيتاكل زي الخيار والجزر. ايوه. بيتحط على الترابيزه عادي في يعني كفواتح شهيه. زي طبق السلطه. تقصي الورق بتاعه وتاخدي العيدان الحلوه دي، بتتقشر خفيف كده وتاكليها، بتبقى ليها طعم حلو. انت مزاجنجي خالص يا عم. لا لا لا، الموضوع كبير. احنا كده بنشوح البصله. طبعا انا ما اعرفش الوقت بتاعك قد ايه. على لا انت خدي وقتك. اوكي. المفروض ان البصله تتشوح، انا ما بحبش البصله تبقى فاتحه. بحب ان هي كده شويه مستره بره عشان تدي طعم بتاعها كويس. خيري المخرج بيسالني اقول لك ايه؟ ايه؟ قال لي هي بتاكل فسيخ زينا؟ بحبه قوي. على ما اعتقد يا شفيق الرد سهل جدا. بحبه جدا. الفسيخ؟ ايوه جدا. ايه بقى الوضع في الفسيخ؟ بحب الفسيخ الدلع. اللي ما فيهوش ملح. اللي ما فيهوش ملح. حلو. يتقطع ويتنضف زي الفيليه. ويتحط له الزيت، ويبقى فيه ليمون طبعا كفايه. طبعا وزياده. وكل حاجه، وجنبيه بقى جرجير. واللي انا يمكن بعمل اضافه الناس كلها بتستغربها. ايه بقى؟ ان انا بعمل بطاطس محمره جنب الفسيخ. دي حاجه كل الناس مثلا اصحابي مثلا في شم النسيم انا عازمه بطاطس محمره جنب الفسيخ، يقولوا لي ليه يا عبير بطاطس محمره؟ ايه اللي جاب يعني جاب ليه جاب ده جنب ده؟ انا بحس ان بطاطس محمره دي بتعدل يعني طبق الخضره كله. والفسيخ اللطيف كله بالزيت بالليمون بكل الحاجات الحلوه دي، وممكن تقطع عليه. انا طبعا ضد فكره انه
الفسيخ احط عليه شفت طحينه واحط ايه لا ده الملوحه مش الفسيخ. ولا الرنجه ولا كل ده تاكليه كل السنه يعني اي وقت في السنه ولا شم النسيم بس؟ التست بتاعه انا بحس ان التست بتاع الاسماك دي عشان تحسه تاكله فريش زي ما هو كده وقت ما هو طالع يعني بالليمون اخرك يعني والحاجات اللي ممكن تجيبه ممكن فلفل حامي اذا حبيت لو انت بتحب الحاجات السبايسي وطبعا البطاطس المحمره. البطاطس المحمره طيب انت من الناس اللي ليكي في السبايسي شويه يعني ممكن يجي لك قلب وانت بتاكلي سندوتش مثلا ايا كان ايه نوعه معاكي قرن فلفل حار؟ لازم وساعات مثلا يبقى في يوم مثلا مش هتطبخ قوي فتعمل حاجات مثلا خفيفه مقالي كده خفيفه مثلا تعمل بولو بيف مثلا طبق تعمل جنبه بطاطس شكشوكه بقى حبه بطاطس محمره بتنجانيه محمره تعمل ايه بقى؟ تجيب الفلفل الحامي مع تشوحه تشويحه خفيفه تشكه بالسكينه يبقى في ملح خفيف في قلبه وتقوم مشوحه وبعدين تحط له فص ثوم مجروش ايوه وتحط شويه خل وتطلعه على طول. ده ما يكملش معاك قد ايه ولا حاجه في دقيقه ده يتحط جنب الاكل طبعا بياكل جنب الاكل كويس قوي جنب الحاجات دي. طيب انت من الناس اللي ممكن تكوني بتتبلي السمك بطريقه معينه تحب السمك مبدئيا ولا لا؟ طبعا. ايه السمك يعني ايه اكتر حاجه ممكن تشغلك في السمك تاكليها كل يوم ما تزهقيش؟ الناس كتير جدا بتقول على السمك ان ممكن اكل كل يوم ما ازهقش منه لكن اللحمه صعب والفراخ صعب. بص السمك مثلا غير الاصناف الطبيعي بتاعنا اللي هو المقلي والمشوي والقصص دي والصينيه وليه الحاجات اللي كل الناس تعرفها في حاجات تانية في الحاجات البحرية يمكن مش في مصر مش منتشرة زي الايسترز مثلا اللي انت بتلاقيها برة ليه ترجمتها في مصر على صغير شوية الجندوفلي ام الخلول يعني ام الخلول ام الخلول يعني بتاعت اسكندريه بتاعتنا اللي بتجنن دي بالظبط فمثلا دي حاجات انت بتاكلها نيه وفريش ممكن تحط عليها خل احمر مع مثلا بصل صغير متقطع على حبه شبت كده توست مثلا تحط حته زبده ويبقى هي دي اكله يعني ليها طعم تاني تنبسط ليكي في الاكل البلدي السمك شويه البصله دي بلت خلاص كده تمام إيه؟ اللحمه جميل انا ممكن اساعدك يلا بس شويه شويه عشان اللحمه لازم لما نحطها ما نحطش كله مره واحده عشان اللحمه اول ما بتاخد الصدمه دي بتنزل شويه ميه فعشان يعني تبقى واخده حقها انا ممكن اساعدك في حاجه عشان تنجزي الطبق ده بسرعه اوكي لا هغير لك العين لان عندي هاديه جدا طب خلبي. اوكي هاتي ده كده يلا هوديكي الناحيه الثانيه ممكن تديني فرصه دي فرصه دقيقه واحده يلا تعالي هنا انا اول ما بدخل المطبخ بسيطر يا بنت سامح بس كده احنا النهارده عايزينك تسيطري يعني انا بدخل انا بالنسبه لي واقف بدردش معاكي انا بسيطر باي عليك لا سيطري يا حبيبي سيطري براحتك خالص وبسطي وده مطبخك وبيتك بيتك ومطرحك بيتك ومطرحك يا شباب انا بالنسبه لي انت ضفتي على راسي انا بحب اطبخ بصراحه فضيف لي حق يعمل هو عايز يعمله ده يعني ليه لحد اولا اللي... انا بشكرك ان انت سايب لي الفرصه دي وانت استاذ الطبخ حبيبي واحنا بنتعلم منك حبيبي. بس يعني انا بنبسط بقى ان انا لازم ده شرف لينا وعلى فكره الاكله اللي بتتعمل من الضيف ما بتبقاش لي انا بتبقى للمشاهد بتاعنا بالزبط. المشاهد احنا كلنا واقفين عشان خاطر عيونه بالزبط. المشاهد احنا واقفين نعمل له كل حاجه ترضيه بالزبط. عشان خاطر لما يشوف مثلا حد زي عبير صبري القمر الجميله بتعمل طبق اكيد ممكن حد ما يكونش عارف الطبق ده او شايفه غريب فيبدا يخش يعمله فيبقى بيعمل الطبق ده او بتعمل الطبق ده لجوزها من ايد عبير صبري انا هوريك بقى انا هبقى احسن من عبير لا ده يبدا الموضوع ينتشر في البيت حاجات صعبه قوي ده انا بعمل حاجات صعبه جدا انا بعمل عكاوي فظيعه عكاوي ايه عكاوي بقى بتعملي ازاي عكاوي بقى لا مش والله شكلك ما يديش انت عكاوي وكوارع وحاجات كده لا وكوارع اوبا كل حاجه طب قولي لي بقى بتعملي ازاي؟ انا هقول لك على حاجه قولي. انا بشوف انه ما تزعلوش مني يا بنات او يا ستات يعني انه جزء مهم جدا من انوثه اي ست انها بتعرف تطبخ طبعا يعني مفيش حاجه اسمها انا بنت ما اعرفش ادخل المطبخ والطبخه تعمل ولا حد في البيت بيساعدني يعني شايفه ان ده شويه اوفر شايفه انه ده مش صح اساسا وينتقص من الانوثه بيقلل شويه طبعا لان بجد حكايه انه انك لازم تطبخي لجوزك وتطبخي للناس اللي بتحبيهم لولادك ده شيء مهم قوي قوي وده اللي كانوا زمان بيسموه النفس النفس ده هو الحب ايوه حب الاكل اللي هياكله لا انت بتحب اللي انت هتطبخ له ده طقس عاطفي الطبخ ده طقس عاطفي على غير المعتاد ان الناس تقلقها
انه لا لا ما عنديش خلق اقف في المطبخ واتعب وريحتي تبقى ما اعرفش ايه وزياده وانا مش عايزه كده. وفي ناس ما بتحاولش تتعلم حتى لو هي ما عندهاش اوبشن اللي هي تكون عندها فكره ان يكون الطقس عاطفي ولا مشاعري ولا مش عارفه ايه، لا هي مش حابه اصلا تخش المطبخ. بالظبط. ففي ناس كتير جدا احنا كده شوحنا اللحمه، المفروض ان هي تغمق شويه بالنسبه لذوقي انا. تمام. المفروض ان هي تغمق اكتر بس ما اعرفش وقتك يسمح ان انا. احنا معانا قد ايه يا شفيق؟ 3 دقايق. ماشي. لا يبقى خلاص انا ابدا احط بقى كده. يلا الفريك، الفريك على فكره مسلوق. انا كنت هعمل حاجه ثانيه. اعملي اللي انت عايزاه. انا كنت هحط. طيب اوكي انا همشي بنصيحتك بس لا. انا كنت هحط شوربه. انا ساعدتك ووصلت لك الحاجات تكون قدامك. طب لا خلاص انا هعمل. بصوا وانا كنت هعمل حاجه ثانيه، انا كنت هحط شوربه الاول علشان اللحمه تستوي، عشان انا بحب اللحمه مش بس هي هتاخد وقت مننا. انت حبيبتي يا عبير، تيجي كل يوم وانا بقالي سنتين بدور عليكي. ما تمام كويس. احنا كده تمام. المفروض ان يعني الموقف ده يتغطى شويه عشان اللحمه تستوي. النبي ما انا مزعقانك. انت تؤمر. انا ما كنت عايزه احط بس شويه بهارات ومش تعالي. ملح. عايزه ايه؟ يعني شويه فلفل اسود. ادي الملح. ورق لورا. لا الملح مش دلوقتي، الملح بعد السوا. طيب هاتي. عايزه ورق لورا. تمام. مطحون. فين يعني هو ده؟ مطحون. اوكي. هحط كده خفيف كده. ماشي. يعني ليه ورقة. كده تمام خلاص. احنا كده ولو عايزين تحطوا شويه تيست اكتر ممكن نحط نقطه حبه البركه. جوزة الطيب اخبار ايه معاكي؟ قصدي جوزة الطيب مش حبه البركه. انا حسك جوزة الطيب. تونه على الجو. والتومه. هي التومه كانت المفروض تبقى. طب معلش عشان خاطر اديني حته تومه. طب لا بعد ما الشوربه تستوي. بعد ما الشوربه تستوي. ماشي. يعني بعد ما الشوربه طماطم اخبارها ايه معاكي؟ هنعمل كل ده بس اللحمه تستوي خلاص. لو اعتبرنا انه اللحمه استوت تمام وانه الصوص ده بدا يقل قوي، يعني انا محتاجه ان الصوص ده يقل وان اللحمه ترجع تاني تلمع كان انا لسه بشوحها. شايفين الكلام؟ احط يعني الكلام اصلا لوحده ياكل الطبق يعني. طبعا اكيد يعني كل واحد ليه ذوق في الاكل بس الموضوع هي بتلعب دور كلاسيكي قوي زي ما احنا اتفقنا من شويه مع حضراتكم وقلنا ان هي مزاجها عالي قوي. الله على التوم. الله تسلم ايدك. مزاجها عالي قوي في فكره الاكل وتخش تقعد تعمل في المطبخ على مزاج قوي. فاتمنى ان حضراتكم تذوقوا الاكله دي وتشوفوا اخبار طريقه عبير صبري في المطبخ لقمه هنيه مع حضراتكم. واتمنى ان تشوفوا الاخبار وتكلموني وانا هوصلها لاي كلام هتقولوه. اي كلام ابعتوا لي بقى. سوشيال ميديا موجود كل حاجه. طيب احنا ممكن دلوقتي نحط معلقه صلصه. معلقه واحده ولا يعني معلقه حلوه فيها البركه كده كبيره. يلا بينا نعمل كده مثلا. زي ما ايوه كده كويس. حط كمان. يلا بينا. ايوه تمام كده. ايوه نبقى الحبه دول مش هيترموا مش هيعملوا مشكله. اوكي بس خلاص. طيب احنا معرفش بقى احنا ممكن بنحط مكعب مرقه لو مكعب مرقه لو حابين. لو ما انت حاطط على فكره المرقه دي فيها مكعب مرقه. طيب. تمام اوكي تمام. احنا كده هنستنى بقى لغايه اما دي بس تتسبك برده عشان انا بحب كل حاجه مسبك. مسبكه نفك كده من الفريك. الفريك بقى بس دي نسبكها شويه والصوص يقل اكتر وبعدين نحط بقى الفريك. يلا انا معاكي. انا هروق المكان ده واحضر طبق الغرف عشان خلاص احنا نبقى مجهزين نفسنا على غرف. ده خلاص اشيله. خلاص احنا مش محتاجين الشوربه كده. او ممكن ناخد منها مغرفه بعد الفريك بعد ما نحط الفريك. بس تعيش معاكي. انا معاكي لحد بصي معلش اخر الطبخه. معلش طيب خلينا نحطها على جنب هنا وتبقى جاهزه. انا احب اغير رايي كل شويه. احب اغير رايي. لا غيري براحتك. فهو ده بقى يلا. اللي اخرنا سنه. ايوه انا وانت. ايوه نحن نتقابل تغيير الراي ده بالظبط. احنا كده الصوص زي ما احنا شايفين تقلت. تقلت يا ريت. نبقى شايفين ده احنا شايفينه. شايفين. اوكي تقل الصوص بقى حلو اهو. اوكي يلا نحط بقى الفريك. الفريك. يلا بينا. بسم يلا. الله بسم الله. من الناس اللي بتسمي وانت شغاله وتحب طبعا انت يعني حاجات البركه دي شويه. هو يكفي كمان ان انت تبقى بتعمل الحاجه زي ما قلنا بحب بنفس حلوه وباهتمام والملح جاهز والناس تقدر ان انت دخلت تتعب في المطبخ عشانهم طبعا ويعني تتعب وتعمل لهم صنف حلو وتجتهد فاكيد هيبقى بسم الله. بس انا بقى انا 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 من الناس اللي بحب وانا بشتغل بعمل طبق للمشاهدين. الله ريحتها انا شامم الريحه ومش عايز اعمل حد يفكرني ان انا عملنا كده. طيب ممكن نحط نقطه شطه خفيفه. يلا بينا. دي ولا دي؟ الاولانيه دي شطه ودي بابريكا. انت الاولانيه. لا احنا هنحط شطه لان احنا مش محتاجين بابريكا لان احنا في صلصه وفي حمار وفي كل جميل حاجه جدا. فده للناس اللي بتحب تبقى سبايسي. جميل. ما بتحبش خلاص مش لازم. واذا في عندنا فلفل اخضر عندنا فلفل اخضر فريش.
بص كده عندك في فلفل عندك قدامك؟ طب ناولها واحد كده الله يبارك. لا هو ده فلفل اصفر. لا اصفر لا طيب. خلاص مش عايزين. خلاص اوكي يعني بعد ممكن بعد ما تعملوا كل ده في فلفله حاميه او مش حاميه اللي هو البارد بس الكبيره. فلفل رومي. مش الرومي الفلفل الرفيع بس مش الحامي. تسقطي واحده في الوسط كده وانت تدي نفس عالي. تديكي بقى ايه عايزه حبه جوز الطيب. ممكن نحط رشه خفيفه دي بقى عشان تعلي. يبقى حطت جوز الطيب وحطت حبهان على ورق الغار وحطت ثوم وحطت بصل وشوحت كمان اللحمه الاول في الزيت او في الزبده حسب الرغبه وضافت عليه كمان ثوم وحطت كمان الملح عشان تساوي اللحمه بعد التشويحه والصدمه وفي الاخر حطت الفريك مع صلصه الطماطم مع الملح والفلفل. بس الفريك طبعا هو مسلوق احنا عشان الناس تفتكر انه يا الفريك نبقى يعني نعينه من بالليل في الميه عشان يستوي الصبح وانا بعمله او يبقى مسلوق زي ما انتوا عملتوا عشان اسهلك الامور. ما ننساش نحط شوربه بعد كده فاحنا كده تمام. جوزة الطيب ما تتحطش كتير لانها بتمرر يا دوبك تاتش كده خفيف عشان الطعم. اذا حبيتوا انه نحط معلقه شوربه عشان تستوي قوي تمام اوكي. بعد كده احنا بقى ممكن ناخد القصه دي خلاص في مسلطح احسن عشان الكاميرا تبان اكتر لان طب ممكن اساعدك عشان بس عشان نحافظ على شعري باظ شعري باظ يا علاء. لا لا شعري ما اقدرش والله شعري ريحتي بقت بصل ودوم. لا 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 معلش انت على راسنا النهارده. ميرسي. تمام كده تمام وبكده يكون الطبق خلص بشكل لطيف جدا. عايز تحط حاجه ثانيه خلاص اطفي النار عشان خاطر نتفي بقى عشان السخونه. ممكن بقى فلفل اخضر ممكن تحط واحده كده ده لو حبينا. جميل جدا. ناس كتير ممكن تشوف عبير صبري في اي مكان كان حتى لو شافتها شخصيا او حتى لو شافتها في اي دور بتلعبه في السينما او في الدراما عامه عمر ما حد يتوقع ان هي شيف رقم واحد او بنت من الناس اللي يخش المطبخ يقضي اليوم في المطبخ ويصنع كل تركيبه المطبخ زي ما حضرتك شفت المصطلحات اللي بتتكلم عليها سنه ايه عشان ما يعملش ايه طب حطي ترانش ايه الجوز الطيب ما تزوديش عشان مش عارف ايه المصطلحات دي كلها والله ما قلت لها حاجه هي جايه بخبرتها وهي خبره اصلا وفاهمه كويس جدا هي بتعمل ايه في الاكل وكمان يعني نفسها انا شميت والناس دول وانا بجد بقوله عشان انا بحب الصراحه دايما هي اكلها كويس جدا وجربوا اللي عملته وشوفوا اخبار الطبخه دي ايه وقولوا لي وانا بلغها او بلغوها على السوشيال ميديا بالنسبه لعبير صبري اكيد تعرفوا توصلوا لها. الحلقه خلصت وانا والله ما عايزه تخلص والله وانا لان الجو جميل جدا ومزاج الحلقه انت مبسوطه وده يهمني جدا. انا مبسوطه جدا انا مبسوط جدا ان انت معايا. انا بجد من اكتر الحاجات اللي انا مبسوطه بيها ان انا جيت قعدت معاك في المطبخ وعملنا ده شرف ليا والله وعملنا الحاجات الحلوه دي. ربنا يخليك. وانت لازم تعلمني ازاي اعمل الكبده بالرده سهله وعايزه قدام الحمام اعمل لقمه القاضي سهله. هعمل لك لقمه القاضي مع الكبده برده بسلطاتها قدام الايه ماشي قدام. لا لا ما اقدرش اعلمك الحمام اكلني الحمام وانا اعلمك الباقي اكل اعزمك لكن مش هعلمك خلاص. بس طبعا انت مشكله انت لو دقت هتعرف. لا دي بتاعتي انا ما اقدرش اعلمك. دي لا 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 ده اسراري بس خلاص شفت بقى هعزمك خلاص متفقين حتى لو حاجه غير الحمام انا قابل منك بس ما تعملهاش. لا خلاص. اكيد مش هعملها ما دام وعدتك انا مش هعملها بس انا هاكل من ايدك تشرف ليا طبعا اكيد واي حاجه ثانيه اكيد مش هتطلع من السر لان السر اللي ما بيننا انت عارفه ما بيطلعش فعيب حمام بالبصل ما فيش الكلام ده. ممكن اكل وبعد كده اقول يا جماعه ده كان حمام بالفريك اي كلام ثاني تقول اي حاجه هعديها. انا مبسوط جدا بجد والله العظيم انت نورتيني وشرفتيني واتمنى يا رب تكون الحلقه كانت لحضراتكم بالبهجه اللي طالعه من قلبها للكاميرا لحضراتكم وبجد عملت طبق من جواها شخصيه عبير صبري يا جماعه مختلفه تماما عن التلفزيون اللي بنشوفها بجد اللي يعرفها بره الكاميرا يحبها اكتر من الكاميرا. انا مبسوط كل سنه وانت طيبه برمضان وبالعيد ويا رب دايما يعود علينا الايام بخير باليمن والبركات لما يكون كده الايام حلوه وبتجمع الحبايب هو ده اللمه او القعده الحلوه اللي احنا بنتمناها دايما. انا بشكرك جدا وهسيبك تشكري وتسلمي على مشاهدينك وتمسى عليهم وتختم الحلقه. طيب ميرسي قوي قوي بجد انا قلت اكتر مره انا مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده فرحانه وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب دايما مصر في امان وكل الناس تبقى عايشه كويسه ومرتاحه ومبسوطه ويا رب كل سنه نبقى كويسين اكتر وانبسطوا بقى رمضان والعيد كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.